بلاغ يوصل لرجال الأمن في أسيوط، زوجين مسنين مقتولين من أكتر من 5 أيام، والوصول للقاتل صعب جدا لأن مفيش أي آثار عنف داخل الشقة، لكن الطب الشرعي والمعمل الجنائي كان ليهم رأي تاني خالص. 2013 في واحدة من قرى محافظة أسيوط، الحاج محمد توفيق صادق هو وزوجته المسنين يختفوا عن أنظار الجيران تماما لمدة 5 أيام، وده لفت نظر انتباه الجيران لأن الحاج محمد معروف إن شخص محبوب جدا وكان متعود يصبح على كل الجيران كل يوم الصبح. الحاج محمد توفيق رجل ثري جدا وشغال في التجارة، وزوجته سيدة بيت ومحبوبة جدا بين الجيران، ومعروف عنهم إنهم كانوا بيشيلوا فلوس وذهب بكميات كبيرة داخل البيت. وبسبب اختفائهم لمدة 5 أيام وظهور رائحة غريبة، الجيران شكوا في الأمر، كلموا أهليهم وكلموا رجال الشرطة علشان يوصلوا يلاقوا التالي: باب الشقة مقفول عادي، ورجال الأمن يفتحوا الباب ويدخلوا علشان يلاقوا الحاج محمد واقع على الكنبة وغرقان في دمه، وواضح عليه آثار وعلامات الطعنات وتحديدا في منطقة الرقبة، والجثة فعليا كانت خلاص بدأت تدخل في مرحلة التعفن. ويدخلوا باقي الشقة علشان يلاقوا زوجته واقع على الأرض مقتولة، وبرضه واضح عليها آثار وعلامات الطعنات، وبجانب كل جثة كوباية شاي، بس الكوباية اللي جنب جثة الحاج محمد خلصانة للآخر، إنما الكوباية اللي جنب جثة زوجته واضح إنها اتشربت لحد نص الكوباية بس، ومن المعاينة المبدئية إنها حالة قتل وحالة سرقة، لكن بطريقة منظمة جدا لأن البيت مفهوش أي لخبطة حصلت. الدولاب مفتوح ومسروق كل الذهب وفواتير الذهب، ومسروق كمان فلوس كانت موجودة جوه الدولاب، ومن الواضح إن اللي عمل كده عارف البيت كويس. وبدأ رجال الأمن يسألوا الشهود من الجيران اللي أكدوا إن الحاج محمد وزوجته ناس مسالمين جدا وما عندهمش أي نوع من العداوات مع أي حد، ده غير إن العمارة ليها باب حديد مقفول دايما وكل السكان معاهم مفتاح الباب ده، فما فيش حد يقدر يدخل العمارة أو يخرج منها إلا إذا كان معاه مفتاح باب العمارة. فواضح جدا إن اللي عمل عملية القتل والسرقة دي يعرف الحاج محمد توفيق كويس جدا، ورجال المعمل الجنائي بدأوا في عملهم على طول وبدأوا يرفعوا كل البصمات اللي موجودة في الشقة، لكن ما لقوش أي بصمة غريبة عن البصمات المعتادة جوه الشقة. بس المعمل الجنائي اكتشف إن كوبايات الشاي اللي كانت موجودة جنب الجثث فيها منوم، بس المنوم ده بكميات كبيرة جدا، وتم إرسال الجثث للطب الشرعي اللي أثبت إن سبب الوفاة للجثتين إن هما تعرضوا لعدد من الطعنات. بالنسبة للزوج الطعنات كلها كانت في منطقة الرقبة، أما للزوجة كان في طعنة في منطقة القلب وطعنتين أو أكتر في منطقة الرقبة. واكتشفوا كمان بعد تحليل عينات من الجثتين إنهم كانوا تحت تأثير منوم ولكن بكميات كبيرة، وده معناه إن القاتل نيمهم الأول وبعدين قتله، والزوج تم قتله في المكان اللي بينام فيه لأن الحاج محمد كان متعود ينام على الكنبة اللي في الصالة، إنما الزوجة لقوها ميتة على الأرض، وده معناه ان تأثير المنوم على الزوجة كان اقل بكتير، وده كان بسبب انها ما شربتش الشاي للاخر، وعلشان كده كان واضح عليها اثار المقاومة. تحديدا ان الطب الشرعي اثبت ان الطعنة اللي تعرضت ليها الزوجة في منطقة القلب كانت وهي واقفة، انما الطعنات اللي في منطقة الرقبة كانت وهي قاعدة على الارض، ده غير اثار العنف اللي واضحة عليها جدا بسبب انتزاع الذهب من ايديها ومن ودانها، وده على عكس الزوج اللي من الواضح ان الطعنات كلها في منطقة واحدة وفي اتجاه واحد، وواضح من طريقة القتل انه حد مش متمرس لان قوة الطعنة واتجاه الطعنة بتقول انه حد خايف وعايز يخلص كل حاجة بسرعة. وخلال البحث الجنائي والتحريات واحد من الشهود قال انه شاف ابن اخت الزوجة، يعني الزوجة دي تبقى خالته، شافوا ان كان عندهم وانه كان دائم التردد عليهم، والغريب ان من يوم الحادث ما فكرش يجيلهم ولا مرة ولا حتى يزورهم خلال ال5 أيام. فبدأ الشك يروح اتجاه الشاب ده وتم استدعاءه والتحقيق معاه، واللي قال في التحقيقات انه فعلا جالهم زيارة وقعد معاهم مدة بسيطة جدا لكن مشي على طول لانه كان مرتبط ببعض الالتزامات وانه متعود يسلم عليهم ويمشي بسرعة، وده بسبب خلاف بين والدته وبين خالته، وانه لما كان بيجي زيارة لخالته كان بدون علم اهله وكان من الواضح عليه انه بيقول الحق.
تحديدا ان التحريات اللي عليه بتقول انه شخص مسالم جدا وانه ملتزم جدا في دراسته وصعب جدا يرتكب جريمة زي دي. واكتشف رجال الامن انه له اخ توأم، لكن الاخ ده سمعته سيئة جدا وانه مدمن للمخدرات. الاخ ده اسمه مصطفى وهو طالب في كلية هندسة، وكان دائم التردد على خالته وزوج خالته، وكان عنده في الفترة الاخيرة بعض الخلافات مع والده بسبب الفلوس. فرجال الامن حولوا الشك من الاخ لاخوه التوأم اللي هو مصطفى. وهنا عرف رجال الامن ان الشاهد اللي قال على اخوه اتلخبط بسبب تطابق الشبه بينهم بالظبط لانهم توأم، وتم استدعاء مصطفى والتحقيق معاه. والمفاجأة ان مصطفى هو اللي قتل خالته وزوج خالته، بس كان مش لوحده، كان معاه هيثم وهو طالب في كلية تربية رياضية، وكان معاه شخص تاني اسمه مصطفى عنده 17 سنة وهو طالب في الثانوية العامة. طب الجريمة دي تم ارتكابها ازاي؟ مصطفى وهيثم كانوا اصحاب جدا وكانوا مدمنين للمخدرات بكل انواعها، وبسبب خلاف مصطفى مع والده بسبب الفلوس، هيثم صديقه كان عارف ان خالة مصطفى وزوجها اغنية جدا ومتعودين يشيلوا فلوس في البيت، فقرروا انهم يقتلوهم ويسرقوا الفلوس والذهب. والخطة بدأت ان مصطفى بدأ ياخد معاه هيثم صاحبه على البيت عند خالته لحد ما حددوا اليوم والخطة هتمشي ازاي بالظبط. يوم الجريمة الساعة 11 بالليل، مصطفى راح زيارة عند خالته وزوج خالته، وهيثم كان قاعد مستنيه بره لحد ما يقول له ادخل. وكانوا محتاجين شخص تالت يراقب الشارع من بعيد، ولان الوقت ده كان شتاء وكانت الدنيا هادية فما كانش فيه ناس كتير في الشارع، غير ان المحلات في المنطقة دي كانت بتقفل بدري. ومصطفى كان واخد معاه حبوب منومة، ومجرد ما قعد مع خالته وزوج خالته قال لهم انه قايم يعمل لهم كوباية شاي، وبعد ما خلص الشاي حط لهم فيه المنوم وجاب لهم الشاي على الصالة بره. زوج خالته اللي هو الحاج محمد قال له ان هيقعد معاه بره شوي، انما خالته قالت له انها هتاخد الشاي وتدخل الاوضة بتاعتها جوه. ولما جوز خالته اللي هو الحاج محمد شرب الشاي ونام، مصطفى قام وفتح الباب ونزل فتح باب العمارة وقال للهيثم يدخل على الشقة. واللي ما كانش عارفه مصطفى ان خالته جوه في الاوضة ما كانتش لسه نامت لانها ما شربتش كوباية الشاي كاملة، لكن كان تأثير المنوم واضح عليها. هيثم لما دخل الشقة ولقى الحاج محمد نايم على الكنبة طلع السكينة وطعنه في منطقة الرقبة على طول علشان يتأكد انه مات. في الوقت ده خالة مصطفى برغم تأثير المنوم عليها إلا أنها سمعت صوت بره غريب، فحاولت تخرج لبره علشان تشوف فيه إيه، فمصطفى اتفاجئ أنها صحية، فهي بدأت تصرخ وتطلب من مصطفى أنه يلحقهم لأن صاحبه بيضرب جوزها، لكنها اتفاجئت أن مصطفى بيجري عليها وبيكتم نفسها. في الوقت ده هيثم جاء عليها جري وطعنها أول طعنة في القلب، ولما وقعت على الأرض كمل بقية الطعنات كلها في منطقة الرقبة علشان برضو يتأكد انها ماتت. وبعدها سرقوا الذهب والفواتير والفلوس، وده لان مصطفى كان عارف هما مخبيين كل الحاجات فين بالظبط. وبعد ما خلصوا كل حاجة، هيثم اخد جلابية جوز خالة مصطفى ولبسها فوق هدوم علشان يداري اثار الدم اللي كانت واضحة عليه، وقفلوا باب الشقة وخرجوا من العمارة. وكل ده تم الساعة 1 بالليل وما كانش فيه اي حد في الشارع ساعتها. مشيوا لحد ما وصلوا لمصطفى صاحبهم اللي كان مستنيهم، وطلعوا على بيت مصطفى صاحبهم وبدأوا يقسموا الفلوس والذهب، واللي اكتشفوا ان المبلغ عبارة عن 6000 جنيه وان الذهب تقريبا قيمته 250000 جنيه. اول حاجة عملوها راحوا يشتروا مخدرات، وتاني يوم الصبح سافروا على محافظة سوهاج وباعوا جزء من الذهب اللي كان معاهم وكان معاهم الفواتير. والامن بعد اعترافات مصطفى على هيثم ومصطفى صاحبه تم القبض عليهم هم التلاتة، واتعمل معاهم تحقيقات كاملة وعرفوا من كل التفاصيل. والامن قدر يرجع كل المسروقات، لكن كان في حالة صدمة كبيرة من الاهل ومن الجيران ان مصطفى يكون هو اللي قتل خالته وجوز خالته، وكل ده علشان خاطر المخدرات. وتم محاكمتهم وتم اصدار حكم الاعدام عليهم. وحقيقي وانا بحضر الحلقة دي مش مستوعب اللي حصل، وربنا يرحم الحاج محمد توفيق صادق وزوجته. سلام عليكم.